أكيد سلمى، حنروح للجانب الإنساني اللي كتير مهم بحياتنا. اليوم رح نحكي ضمن الفقرة الأخيرة بصباحنا غير لليوم عن مبادرة تحت مسمى دفانا محبتنا، يعني من الاسم العنوان واضح هدف الحملة لهي صحيح. اليوم جمعية ساعد الخيرية قامت بحملة دفانا محبتنا لتكسر شوي من ظروف الشتاء البارد يلي عم يعاني منها أطفالنا وحتى شيوخنا والصبايا والشباب. لنعرف أكثر عن هاي الحملة رح نكون معنا الأستاذ عبد العزيز حبال، المنسق الإعلامي لجمعية ساعد. صباح الخير لإلك، يسعد صباحك. صباح النور. كيفك اليوم؟ تمام، بخير الحمد يسعد لله. صباحك عبد صباح العزيز، الخير. صباح وصباح الدفا وساعد، صباحكم يعني صباح الإخبارية. يسعد صباحك، يعني دائما متواجدين معنا بكل ومتواجدين مع كل السوريين الحقيقة. تحية أكيد للأستاذ عصام حبال ولكل الكادر، كادر عمل جمعية ساعد. كادر جمعية ساعد. يعني خلينا نقول اليوم الشتاء جدا صعب، صحيح ووضع الكهرباء كتير صعب أكيد، صح، مو بس بدمشق، بكل المحافظات السورية. خلينا نحكي شو ليش اخترتوا دفانا محبتنا تكون بهالشتوية؟ هلا دفانا محبتنا هي ما اخترناها هي تكون بهي الشتويه. دفانا محبتنا هي مبادره قديمه انطلقت بعام 2015 من خلال مبادره على السوشيال ميديا. هي تحديات، هي فكره دفانا محبتنا كلها هي كره الثلج اللي بتبدا صغيره وبتكبر. نعم. وبتكبر. اول ما بدات دفانا محبتنا بال 2015 كانت من خلال تحدي اطلقه الخال عصام حبال عبر صفحته على الفيسبوك. قال فيه انه يا جماعه انا راح اتبرع بكم قطعه من عندي من خزانتي، وحاتحدى فلان وفلان وفلان وفلان، بتمنى يلي بيشوف التحدي يقبله ويرجع يعني يمرره لحدا ثاني. طبعا ظلت كرة الثلج تكبر تكبر بعام 2015 حتى لحتى ما صاروا وصلت، الناس تنطرها، لحتى صارت يعني كانت العالم تقبل التحدي وترجع توزعه، وصارت فكرتها بشكل اشمل. يعني في عالم هي ما بتقبل تطلع على، ما بتحب انه هي تشارك بهذا الموضوع، فتقبل الموضوع وتشارك عالم هي بتقدر تطلع. يعني هي صارت العالم تساعدنا لنوصل لفئات اكبر. وصلنا بال 2015 لنوصل نحن لاواعي غوار الطوشه. تواصلنا مع الاستاذ دوريد لحام وطلبنا منه هذا الشيء، وحتى هو قال جمله ما بننساها لهلا، انه خذوا غوار كله بس تدفى الاولاد. ووقتها انباعوا بمزاد ب 1100 قطعه كسوه لاطفال، 1100 كسوه مو 1100 قطعه. فهيك وصلت بال 2015. طبعا المبادره بالسنوات من 2015 ل 2021 مو تغيرت، بس يعني صارت طريقه التعامل معها تختلف بسنه للسنه. بالسنه الماضيه واللي قبلها كنا نتعامل مع الاطفال، كنا نطلع نحط صناديق، نطلع على المدارس، نعزز فكر التطوع وفكر الانتماء للولد، انه انت ما لك لحالك، مو اذا اليوم انت دفيان وموجود بمدرسه ففي غيرك. هذا صحيح. كنا نطلع حلو. لعندهم كل يوم جولات، نحكي معهم، نتواصل معهم، نوصل لهم الفكره بطريقه مبسطه للطفل، هن اطفال يعني، انه كيف انت اليوم هذا الجاكيت اللي انت حتشيله من غرفتك رح يكون واصل لحدا ثاني يدفي. وفعليا كميه يعني تفاعل من الاطفال كانت رهيبه. هاي بدي اسالك، يعني كيف كان تفاعل الاطفال مع الفكره اللي قدمتوها؟ كان التفاعل جدا كبير. يعني هي نحن قبل لما كنا عم نتواصل نحن من خلال العالم او السوشيال ميديا، كان الشخص اللي عم بيشوفك هو واعي، وهو صح. اساسا ما حيروح لعند ابنه يقول له يا بابا تبرع او شيء، كان هو من حاله حيتبرع وحيوصل الموضوع لحدا ثاني. بس اليوم لما انت بتواصل مع الطفل والطفل هو بيروح لعند ابوه بيقول له انه اليوم كان موجود عنا عالم من الجمعيه حكوا معنا هيك، فهو يعني اذا الولد بده يتبرع بقطعه ابوه صار يتبرع بعشر قطع. يعني انت تخيلي انه انت ابنك او عندك ولد صغير بالبيت عم يجي يقول لك انه انا بدي دفي حدا. برافو، قديش لانه بده نحن بنعرف يعني قديش انت بدها تكون رد فعلك قويه اذا الولد عم بيفكر صار يفكر بهالطريقه. فكيف هو بحب اهل التملك البيت، فهي واللي مثل غرس فكره كانت. يعني نحن اليوم اي شيء بنشتغله عنا بالمبادره بجمعيه ساعد هو مو فقط قطعه ثياب او وجبه او حتى اسطوانه الاكسجين اللي نحن هلا عم نشتغلها، هي فكره بتوصل بنزرعها بهذا الشخص لحتى يكون هو ساعد، بيقدر هو ينقل هي الفكرة، بيقدر هو يساعد غيره، بيقدر يوصل لأي مكان. ظلت مثل ما قلت لك تتغير الفكرة. السنوات الماضية اشتغلنا مع الأطفال، هي السنة بظرف بحكم الكورونا وبحكم كل شيء عم بيصير كرمال ما يكون في هذا التلاحم وهذا التواجد مع الأطفال، رجعنا أطلق لها من خلال التواصل الاجتماعي بمثل ما بدأت بال 2015 كمان من خلال فيديو أطلقه الخال عصام حبال. طبعا تحدث فيه كثير من العالم، منهم السيدة الفنانة شكران مرتجى، تولاي هارون، سيد وزير الشؤون، طريف قطرش، والعديد من العالم ما بدي أكون نسيت حدا.
وهي العالم كمان يعني استقبلت التحدي ورجعت وصلته لعالم. فكرة التحدي انه هو ما ممكن يوقف صح، يعني اليوم العالم تواصل معنا انه قديش مدة دفانة محبتنا، دفانة محبتنا ممكن تمد الشتوية كلها، وحتى لو خلصت يعني حتى لو خلصت مثلا نحن وزعنا الثياب ممكن تضل هي موجودة، لانه انت اليوم عم تتحدى 10 اشخاص، هدول 10 عم يرجعوا يتحدوا، هدول 10 عم يرجعوا يتحدوا، حتى اللي ما عم يطلع على الفيس عم يرجع هو يوصل لعالم ثانية. ونحن دائما بنقول انه نحن فكرتنا وهدفنا هو مو بس انه الثياب تجي على الجمعية ونحن نكون مسؤولين عن كل شيء، لا، انت اليوم اذا ما بدك تطلع على السوشيال ميديا وما بدك تجي على الجمعيه وما بدك تعمل اي شيء توصل هذا الشيء، شوفه للفيديو وتوصلك الفكره، افتح خزانتك اعطيها لاي حدا انت بتشوفه محتاج، ونحن هيك وصلت فكرتنا. صحيح، هون بس نوضح يعني اي حدا هلا عم يشوفنا ان كان انا سلمى اليوم اذا حبينا نحن نكون جزء من هذا العمل، يعني عم تعملوا اعاده تدوير للملابس؟ ايه طبعا، هلا نحن الملابس بتجي نوعين، اغلب الملابس اللي بتجينا هي ملابس يعني مستخدمه ملبوسه مستخدمه ولكن قابله لل يعني ما فيها منزوعه مشقوقه او شيء، ولكن نحن بنعيد تكريره وما بنقدم غيره هو اللي احسن شيء. يعني نحن بفتره من الفترات مره اجانا كميه ثياب كثير كبيره، طبعا يعني الله يسامح يلي اعطانا اياه هون كلها منزوعه. طبعا هي الثياب ما وزعنا منها اي شيء، تصور يعني معها هي قبل ما يعطيكم اياها. ايه طبعا، يعني هو انه انا عملت خير وزع يعني في شيء 10 شوالات اعطانا اياهم وما توزع منها اي شيء، يعني حتى نحن ما عملنا اعاده تكرير. ما قدرتوا؟ مو ما قدرنا، يعني اعاده تكرير راح يكون مكلف يعني لحتى هذا، فنحن ما بنرجع بنقدم غير الشغلات يلي هي منيحه اكيد لحتى تليق بالشخص. تماما، بنرجع بنغسلها بننظفها بنكيسها بنرجع بنقدمها بشكل كثير منيح. حتى في عالم بتقدم شغلات جديده، يعني فعليا نحن في شغلات بتوصل لعنا بماركتها. صحيح، في عالم بتنزل بتشتري بتحط مبلغ من المال بتشتري فيه ثياب وبتقدم لنا اياه بيجي بالاكياس. يعني اكيد، ويعني طبعا يعطيهم العافيه الشباب برشا، وكل أكيد. انسان شو ما قدم بالنهايه هو لازم يقدم الشيء ويحس انه انا عم اقدم شيء لشخص مثلي. صح، فكيف هو بيحب يلبس تماما هي الفكره، كيف انت بتحب تلبس رح تعطي غيرك يلبس هي هذا الشخص. والله خلينا نقول ما يكسر خاطر حدا بهالشتاء، وما حدا ينام بردان، الكل ينام متدفي. كمان هاي الشتويه الماضيه كان لكم نشاطات كثير بخصوص كورونا الفيروس العين اللي عم يحصد الارواح ما زال حتى الان، خلينا نحكي شوي عن هاي المبادرات اللي ما زالت مستمره. هلا موضوع الكورونا نحن بلشنا فيه من وقت ما بلشت جائحه كورونا ومن وقت ما بلش الحظر. اول ما بلشنا شغل كان العمل من خلال سلال غذائيه وادويه، يعني نصرف راشتات نصرف ادويه للعالم المحتاجه، واطلقنا شيء اسمه سميناه خليك بالبيت، لانه كان وقتها في حجر هذا اللي تقريبا استمر 3 شهور، فكنا نحن عم نتواصل نوصل سلال غذائيه نوصل ادويه الشغلات يلي نحن بنقدر عليها. وهون ما كان لسه الجائحه منطلقه وكان يعني صارت الاكسجه عم تنزل وصار الموضوع بحاجه اسطوانات. بعد الحجر بلشنا نحن نشتغل على موضوع الاسطوانات اول ما بلشت الحالات تطلع. نحن اليوم العمل بجمعية ساعد الفريق موجود لمدة 24 ساعة، صار عنا فوق 300 أسطوانة، طبعا ما موجود منهم ولا واحدة بالمكتب. تبرع؟ العالم هي بتجي بتتبرع فيها وبتضل عم تتنقل، ما موجود منها ولا واحدة بالمكتب، بتضل هي النينة عم تطلع من بيت لبيت من بيت لبيت. موضوع الكورونا ما فينا نقول عنه مبادرة، لانه يعني المبادره هي ممكن فكره تنشا نحن نطورها نوصل فيها لهدف. الكورونا هي يعني مثل استجابه، مثل طوارئ، ظرف طوارئ، يعني ظرف صعب حكمك انك انت تكوني موجوده بهذا المكان. هو صعب جدا، يعني اليوم المتطوع ان كان بجمعيه تساعد ولا ان كان باي جمعيه، يعني بموضوع الكورونا عم بيشوف يعني عم بيعيش شغلات جدا صعبه. يعني انت اليوم تطلعي على بيت توصلي له اسطوانه، بعد بيوم ترجعي لعند نفس هذا البيت تلاقيهم كلهم عم يبكوا، مات المريض. صعب، ما له سهله. الضغط جدا كبير، يعني احنا ايام بنوصل لمرحله ما عاد في ولا اسطوانه بالمكتب، موزعين بحدود 50 اسطوانه بيوم واحد، ولسه في عالم عم تجي. يعني هذا بحد ذاته ضغط، انه انت في عالم لسه عم تطلب منك وانت ما عندك اسطوانه، هذا كله بيخليك تحت ضغط انه انت في شيء لازم نسويه. احنا تمنينا تقلنا انه الاسطوانات لا موجوده وما في طلب ابدا عليها، يعني نتمنى نقول هذا الشيء. طبعا نحن هذا الشيء باي مبادره نحن بنطلقها بنقوله، يعني اليوم نحن لما بنطلق خس الجوع ولا لما بنطلق دفانه محبتنا ولا اي مبادره نحن بكون هي فعليا في حاجه للعالم،
نحن هدفنا سامي وبنتمنى انه نساعد العالم وبنتمنى هذا الشيء كلياته، ولكن نحن فعليا بنتمنى انه نحن بيوم من الايام ما يكون بحاجه لدفانا محبتنا، ولا يكون بحاجه لخس الجوع، تكون العالم قدرانه انه هي تكون عايشه مرتاحه، ما لها بحاجه اكل، ما لها بحاجه دفا، ما لها بحاجه كورونا، بس طالما هذا الموضوع موجود فنحن موجودين ان شاء الله. الله كريم. خلينا نرجع شوي للمبادره، نحكي اليوم انتم مو بس بدمشق، بكل المحافظات سوريا. هلا من خلال التواصل، من خلال نشر الفكره، تقريبا فيك تقولي ايه نحن بجميع المحافظات. كيف عم يتم التنسيق بين الشباب المتطوعين؟ اكيد ما في اجر مقابل مادي، كله تطوع مجاني. كله مجانا. كيف عم تنسقوا هلا بخلال هاي المبادره ولا بجميع المبادرات بشكل عام؟ يعني من كان من رد الوفاء بالوفاء، خس الجوع خس الجوع. هلا بنحكي اكثر هي بفكره شو هو التطوع وشو فكره انه بغير مادي. هلا اليوم العمل بمجال التطوع بشكل اعم بيطلب من الشخص انه هو يكون يقدر مثلا يفضي مساحه من وقته، يكون موجود في هذا الشيء انه هو مبسوط. اليوم اي شخص موجود بجمعيه تساعد او باي مكان، ما تتخيلي ابدا انه هو مثلا موجود بهذا المكان وما له مبسوط. يعني اليوم مثلا باي مكان عمل راح تلاقي اللي حيتقفف من المدير، واللي حتلاقي اللي حيتقفف من ظروف العمل ومن الدوام ومن كل هدول الشغلات. بموضوع التطوع ما في هذا الشيء، لانه الشخص بيكون جاي بكل رغبته وهو عم بيقول لك اعطيني شغل، قل لي كيف ساعدك، وين فيني اكون موجود. فموضوع التنسيق فعليا نحن بنوصل لمرحله من المراحل المتطوع هو اللي بيكون عم بيدير القصه كلياتها. يعني اليوم مثلا نحن بدفانا محبتنا في فريق موجود هو ليتواصل على الصفحه ليشوف العالم. نحن فاتحين هذا الموضوع عنا بالجمعيه من زمان، العالم بتبعت على الصفحه انه نحن مثلا بحاجه، او بتبعت دفتر هذا. في فريق هو يلي بيستلم هذا الموضوع وبينسقه وبيقرشفه، في فريق هو يلي بيتواصل مع العالم، في فريق هو يلي بيسلم العالم، يلي بيوصل الأواعي على التنظيف. خلية نحل، وهي الخلية فعليا يعني الشيء الأجمل فيها أنه بقد ما هي بحاجة لقائد، ولكن فعليا أي شخص موجود فيه هو قادر أنه يكون قائد بأي لحظة من اللحظات. وهذا الشيء الهدف اللي نحن فعليا بنلعب عليه وبنشتغل عليه بأي مبادرة. يعني نحن في عنا عالم اشتغلت معنا بال2011 أو 2012 وكانت عم تشتغل بمهن بسيطة أو شغلات بسيطة، وهي اليوم عم مستلمة أماكن مهمة بالجمعية. وأحد الأمثلة أنا، يعني أنا أول ما فتت على الجمعية كنت بال2015 وما كنت مستلم أي شيء بالجمعية ولا كان في عندي هذا الدور، كنت فقط أنا بدي وصل رسالة، بدي ساعد العالم، بدي اشتغل هذا الشغل. اليوم بعد تراكم الخبرة وبعد كثير استجابات طلعنا عليها وكثير مبادرات عملناها، اليوم أنا استلمت قيادة مبادرات، اليوم أنا مستلم التنسيق الإعلامي بالجمعية. ففعليا هذا هدف، هذا أحد أهداف الجمعية، أنه اليوم نحن ما بدنا شخص، يعني مو ما بدنا شخص متطوع، بدنا شخص متطوع ولكن بدنا شخص مبادر، عنده بدنا اياه يكون مبادر، بدنا اياه يكون هو قادر يطور حاله، قادر يطور عمل الجمعيه. وين المشكله اليوم اذا كان في شخص موجود اليوم معنا بالجمعيه واجا قرر انه هو يقترح فكره، واذا هي الفكره بتقدر توصل لهدف وبتقدر توصل للعالم، فوين المشكله اذا هو كان يلي مستلمها؟ هذا الاختلاف اللي بيكون بين فرقه العمل التطوعي والعمل اكيد. يمكن نحن بصباحنا غير رشا، من اول ما انطلقنا بالبرنامج حتى اليوم رافقنا الفرق التطوعيه ايضا مع انطلاقتها بالعمل من بدايه الحرب 7 سنوات تقريبا. نتذكر اول مطبخ عملتوه برمضان، بعدين لما مقابل الجامعه الامويه تماما تطورنا وصرنا كل سنه عندنا مطبخ دائما موجود. صحيح. التشاركيه بينكم وبين عدد كثير من الفرق التطوعيه ببعض المبادرات احيانا، فلهيك نحن بنكون سعيدين لما نشوف شبابنا يوم عن يوم مو بس عم يشتغلوا ليس ساعدوا بعض، لا هنن عم يشتغلوا، صار فكر منظم طبعاً. يعني اليوم صحيح. التطوع صار ثقافة موجودة عند أغلب الشباب، ما بتشوفي الشاب جامعة اليوم إلا ما يكون متطوع بفريق من الفرق أو بمؤسسة من المؤسسات. هذا الشيء قد فرق معك بحياتك، يعني اليوم أنت مو بس عم تساعد الأشخاص، أنت كعبد العزيز اليوم متطوع صار لك سنين، التطوع قديش بيعطي الإنسان؟ الفكرة هي مو يعني أنت اليوم، أنا كل شخص ساعدته أو كل مبادرة أنا اشتغلت فيها أنا فعليا ساعدت حالي، طورت حالي، نميت حالي. فكرة التطوع هو فكر جدا سامي وجدا يعني بيقدر يسحبك لمجالات تانية، لطريقة تفكير تانية. لأنه اليوم لما يعني نحن اليوم مثلا طلعنا على استجابات بقلب الأزمة، فعليا كنا معرضين حالنا للخطر. حتى اليوم نحن بشغلنا بالكورونا نحن معرضين حالنا للخطر. صحيح. بس اليوم هذا العمل أنك أنت
يعني تكوني شايفة الآخر، شايفة اللي قدامك وعم بتشوفي حالك من خلاله. فهون بتكون هذا الشيء اللي بيخليك أنت اليوم تطوري حالك، تقدري توصلي لأهدافك. فعليا هاي الشغلة هي اللي يعني يمكن من فكرة التطوع ما كان موجود قبل الأزمة كثير بسوريا، ما كان في او كان محصور ما كان في أزمة ما كان في حاجة يعني، او كان يمكن محصور بشغلات جدا محدودة، يمكن السفرة الرمضانية او هدول الشغلات. فاليوم يعني احد نتائج الأزمة يلي انا بقولها الجيدة هو العمل التطوعي. حتى لو كان شعور بالمسؤولية كمان كثير مهم، انه انا حدا مسؤول يعني بهذا الوضع. يعني طبعا يعني هو يعني بيحملك المسؤوليه تجاه حالك واتجاه غيرك، انه انت اليوم في شيء لازم تسويه، في شيء لازم تعمليه. ما فينا نكون قاعدين متكتفين وايمتى بده يتغير الوضع او ليش هيك صار او مدري شو. الاسئله كثير وليش هيك صار في الى الف جواب، بس طبعاً. اليوم دائما في حل، في شيء نحن بنقدر نسويه، في شيء بنقدر نغيره. طيب هيك حنترك الهواء لإلك ضمن المبادرة لليوم. إذا حابب توجه كلمة لشكر لكادر ساعد لليوم، وأكيد اليوم لفتني كلمة الخال، هذا دليل إنه في محبة بينكم وبين الأستاذ عصام. هلا هو خالي، لولا الحب ما بتنجحوا أكيد. يعني كان خال حتى لو كان بصلة القرابة خالك، ولكن الأستاذ عصام معروف ومعروف بمعاملته الحلوة مع كل الفريق. صحيح. فالهوى لإلك وضمن المبادرة اليوم. نحن من جمعية ساعد، أنا عبد العزيز حبال كمنسق إعلامي. ما فيني اقول بحب اشكر كادر جمعيه ساعد، لانه فعليا يعني هن يلي ممكن يشكروا العالم، وهن يلي ممكن يقدموا التحيه على الشغل الجبار يلي هن عم بيسووه. نحن اليوم كمبادره دفانا محبتنا وكاستجابه كورونا يلي عم نسويها، بنحب نقول للعالم ان كان بدفانا محبتنا فكونوا معنا، وان ما كنتوا قدرانين تكونوا موجودين معنا ففيكم تكونوا موجودين مع اي شخص بجواركم من خلالكم قادرين انه انتم تدفوه. بموضوع استجابه كورونا نحن اليوم موجودين وملتزمين مع العالم بالاسطوانات. شغله اخيره اليوم، ساعد هي كفكر اكبر من مبادره، اكبر من خس الجوع، اكبر من حتى اسطوانه الاكسجين. نحن اليوم الشيء اللي عم نقدر نحاول نوصله للعالم، انه اليوم انت باي مكان قادر انك انت تكون ساعد، باي مكان قادر انك انت تكون عم بتدفي حدا بردان، عم بتطعمي حدا جوعان، عم توصل لاي حدا بحاجتك. أكيد. بالختام نتشكرك أكيد عبد العزيز، ونقول لكل الشباب يعطيهم ألف عافية، وشكرا لك ولوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك. وهيك دائما نحب نشوفكم على الأرض متواجدين، ونحن معكم. نحن مكاننا الأرض، ما فينا نكون غير على الأرض. وحنكون دائما اكيد دور الاعلام مهم. اكيد طبعا، يعني اليوم دور الاعلام جدا مهم بنقل هي الفعاليات وبتخطيطها وبنقل صورتها للمجتمع. شكرا لك ويعطيك الف عافيه. شكرا لك.